مشاهدينا الكرام أينما كنتم أهلا بكم. موجز الأخبار نقدمه لكم من موقع خبر المغرب، وهذه أبرز العناوين. الحكومة المغربية الجديدة تؤدي اليمين الدستوري، والملك محمد السادس يوجه خطابا ساميا للبرلمان اليوم الجمعة. تتويج التنزاني عبد الرزاق بجائزة نوبل للأداب 2021. تعيين ستيفان دي ميستورا مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية. 6 جامعات مغربية ضمن الأفضل عالميا لسنة 2022 في علوم الهندسة والكمبيوتر. وأزمة نتائج برشلونة تدفع أخوان لابورتا للتفكير في مدرب جديد. وشبكة سكاي نيوز الرياضية تعلن عن أفضل 10 لاعبين في أوروبا. أهلا بكم إلى التفاصيل. ترأس الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد الخميس بالقصر الملكي بفاس مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة المكونة من 25 وزيرا ووزيرة، حيث أدى أعضاؤها اليمين الدستوري أمام الملك. كما وجه الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد أمس الجمعة خطابا ساميا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية 11. وحدد من خلال هذا الخطاب السامي المرتكزات الأساسية الكفيلة بالتنزيل الأمثل للنموذج التنموي الجديد. كما دعا الملك أمام نواب الأمة الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ المشاريع الكبرى التي أطلقتها، وفي مقدمتها الحماية الاجتماعية. عين الإيطالي السويدي ستيفان دي ميستورا الأربعاء مبعوثا شخصيا إلى الصحراء المغربية من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك بعد مصادقة مجلس الأمن في اجتماعه الأخير، وفق ما أورده المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة ستيفان دوجاريك في تصريح صحفي أمام وسائل الإعلام الرسمية. تتمثل مهمة دي ميستورا في تسهيل المسار الحصري للأمم المتحدة الرامي إلى التواصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم ومتوافق عليه للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، والذي يجب أن يتوافق مع قرارات مجلس الأمن منذ عام 2018، كما أكد على ذلك الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية. توج التنزاني عبد الرزاق جورنا بجائزة نوبل للأداب 2021 صباح أمس الخميس، وذلك وفق ما أعلن الموقع الرسمي للجائزة التي تمنح سنويا من قبل الأكاديمية الملكية السويدية. وجاء في بيان اللجنة المانحة أن الجائزة منحت نظرا لتعمقه المتجذر وغير المسبوق في أثار الاستعمار ومصائر اللاجئين في الخليج الواقع بين ثقافات والقارات. ويعتبر عبد الرزاق جورنا من مواليد 1948 بمدينة زنجبار عاصمة تنزانيا التي تقع على مستوى المحيط الهندي شرق إفريقيا، قبل أن يصل إلى إنجلترا كلاجئ خلال نهاية سنوات الستينات من القرن الماضي. أسفرت نتائج التصنيف العالمي البريطاني للجامعات تايمز هاير إدوكيشن حسب الحقول المعرفية لسنة 2022 يوم الأربعاء عن تصنيف 6 جامعات مغربية ضمن أحسن 1000 جامعة عالمية في مجال علوم الهندسة والكمبيوتر. ويتعلق الأمر بالنسبة لمجال الهندسة بكل من جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، وجامعة الحسن الثاني بدار البيضاء، جامعة القاضي عياد بمراكش، ومحمد الخامس بالرباط، وسيدي محمد بن عبد الله بفاس، وجامعة الحسن الأول بمدينة سطات.
وفي الشأن الرياضي، أجرى لاعبو المنتخب المغربي لكرة القدم الحصة التدريبية ما قبل الأخيرة بالمركب الرياضي محمد السادس مركز معمورة تحت قيادة مدربه البوسني وحيد خليلوزيتش، وذلك استعدادا لمواجهة غينيا بيساو لحساب الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، وتقام مباراة الإياب غدا السبت في تمام الساعة 8 مساء على أرضية ملعب المجمع الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء. وأوروبيا، تأهل منتخب فرنسا لنهائي دوري الأمم الأوروبية 2019-2020 عقب فوزه على نظيره البلجيكي بنتيجة 3-2 في مباراة أقيمت أمس الخميس على أرضية ملعب البانز ستاديوم بمدينة تورينو إيطاليا. عاد خوان لابورتا رئيس برشلونة للتواصل مع تشافي مدرب السد القطري على أمل قيادة البلوغرانا مستقبلا بعد أيام قليلة من تجديد الثقة في الهولندي رونالد كومان للاستمرار في تدريب نادي برشلونة الإسباني. عاد اسم تشافي هيرنانديز إلى الواجهة من جديد باعتباره البديل الأول في حالة إقالة الهولندي. العلاقة بين تشافي وبرشلونة كانت فاترة في الآونة الأخيرة، رغم حقيقة أن مدرب السد القطري هو أحد أهم نجوم الجيل الذهبي في النادي الكتالوني. الصحفي الإسباني جيرارد روميروز كشف عن قناته عبر موقع تويتش أن تشافي كان هو الخيار الأول بالنسبة إلى إدارة برشلونة في حالة إقالة رونالد كومان. وكشفت شبكة سكاي سبورتس عن ترتيب أفضل 10 لاعبين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى في الوقت الحالي، وجاء النجم المغربي أشرف حكيمي في المركز السابع. واعتمدت سكاي في اختياراتها على ما قدمه كل لاعب من خلال عدد التمريرات الناجحة والتدخلات وعدد الكرات التي لمسها داخل منطقة عمليات الخصم، ولم تكتفي باحتساب الأهداف والتمريرات الحاسمة فقط. وجاء نجم ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيما في الصدارة بعد أن سجل 10 أهداف في 10 مباريات وقدم 7 تمريرات حاسمة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا. واحتل النجم المصري محمد صلاح المركز الثاني بعد تألقه في بداية هذا الموسم مع ليفربول بإحرازه 9 أهداف في 9 مباريات وتقديمه 3 تمريرات حاسمة. وغاب عن القائمة نجمان كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، إضافة إلى مهاجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل 13 هدف وقدم أسيست 1 في 10 مباريات هذا الموسم. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الموجز. للمزيد من التفاصيل زورونا عبر الموقع الرسمي www.khabarmaghrib.com. نهاية الموجز، إلى اللقاء.